خلية متابعة حالة شبكة الطرقات بقيادة الدرك الوطني تعلم جميع المواطنين بأن الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين بلديتي البليدة والشريعة مغلق تماما بسبب تراكم الثلوج. إذا نعلم المواطنين من استحالة صعودهم عبر هذا الطريق الوطني. يبقى الصعود إلى هذه المنطقة السياحية متاح للجميع عبر المصعد الهوائي ذهابا وإيابا، ووحدات الدرك الوطني بمنطقة الشريعة متواجدة من أجل تأمين جميع الوفود وتوفير جو من الراحة والطمأنينة للعائلات والسهر على عودة جميع السياح في المساء عبر المصعد الهوائي. لمزيد من المعلومات اتصلوا على رقم خلية اليقظة والمتابعة بقيادة الدرك الوطني اللي هو 023 28 70 37، أو صفحة الطريق للإعلام المروري.